الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى، ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى، ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من برنامجكم سؤال وجواب. وما زلنا أحبتي في الله، ما زلنا في هذه الحلقات بصدد الرد على من ينكرون وجود رب الأرض والسماوات. لذا سيكون السؤال في هذه الحلقة بعنوان: أيها العقلاء، من أيد بالمعجزات الرسل والأنبياء؟ نعم، هذا هو السؤال، ونحتاج منكم إلى جواب. فإن العاقل وإن الناظر في صفحات التاريخ عبر العصور والقرون ليرى هذه المواقف وهذه الآثار وهذه المعجزات التي حدثت بين يدي الأنبياء والرسل. من الذي أوجد هذه المعجزات؟ وهي من صنع من؟ ببساطة شديدة، إن صاحب العقل لا يعلم من هذه المعجزات يقينا أنها ليست من صنع البشر، لأنها أمر خارج عن نطاق وعن قدرات البشر. إن الناظر في صفحات التاريخ يرى حال إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. اجتمع عليه قومه وتضافرت جهودهم على أن يلقوه في النيران، فقاموا وجمعوا الحطب من كل مكان، واجتهدوا في ذلك قدر الإمكان، حتى أوقدوا نارا عظيمة لم يعرف لها مثيل. وعندما أرادوا أن يلقوه في النار قيدوه، وأوثقوا هذا القيد بالحبال، ثم ألقوه في النيران. فماذا حدث؟ ماذا وقع لإبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام؟ والله جلس في وسط النيران وكأنه في روضة، في حديقة، في منتزه، والناس خارج النار ينظرون ويتابعون، لا يستطيعون أن يقتحموا عليه هذه النار من لهيبها ومن شدة حرها. ولكن هنا السؤال: من حفظ إبراهيم عليه السلام؟ من نصره؟ من أيده؟ من رعاه؟ من كفاه؟ هل هذا الصنيع هو صنيع بشر؟ هل يستطيع إنسان كائنا من كان أن يقي إبراهيم عليه السلام حر هذه النيران؟ لا والله، والله هذا هو صنيع الله، هذا هو صنيع من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. هذا صنيع الله الذي قال للنار، وهي خلق من خلقه، قال لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وكانت سلاما على خليل رب العالمين. والله لو قال الله جل وعلا لها كوني بردا لتجمد إبراهيم فيها من شدة البرد، ولكن أمرها خالقها، أمرها ربها جل وعلا بأن تكون سلاما على إبراهيم، فكانت. إنه الله، إنه القوي، إنه المتين جل جلاله وتقدست أسماؤه. صالح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، نبي الله، أرسله الله جل وعلا إلى قومه فعاندوه،
وكابروا، بل وطلبوا منه طلبا تعجيزي. إي والله، قالوا له: هذه الصخرة نريد منها ناقة، نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة تسمع وترى، بل وطلبوا فيها صفات ومواصفات. ومع ذلك قال لهم نبي الله صالح: أرأيتم إن أخرج الله جل وعلا لكم ما تريدون، هل تدخلون في الإيمان؟ قالوا: نعم، نؤمن بالله. فتوجه إلى ربه ومولاه، رفع يديه بالدعاء إلى من يسمعه ويراه، واستجاب الله جل وعلا من عبده ونبيه الدعاء، وأمر الله جل وعلا الصخرة فانفلقت، وخرج منها ناقة سميعة بصيرة، بل وفيها كل المواصفات التي أرادوها. عبد الله، أيها العاقل، أخي وحبيبي، من الذي أمر هذه الصخرة فانفلقت؟ من الذي أخرج هذه الناقة؟ هل هذا من صنيع بشر؟ هل هذا يقدر عليه إنسان كائنا من كان؟ حدث هذا والناس يجلسون يسمعون ويشاهدون، رأى هذا كل الناس في عهد صالح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. هذا هو صنيع الله، هذا هو فعل الله، هذا هو كون الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يرسل ربنا جل وعلا الأنبياء والمرسلين بالمعجزات إلى أقوامهم، ويرسل الله جل وعلا كل رسول بمعجزة نبغ فيها قومه، وهذا هو الإعجاز. فموسى عليه السلام نبغ قومه في السحر حتى عظموا السحر والسحرة، فبعثه الله جل وعلا إليهم بمعجزة من نوع ما برعوا فيه، فعلموا أنه رسول من لدن رب العالمين، فعادوا وأنابوا ورجعوا إلى ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام برع قومه في شتى العلوم خاصة في الطب، فأرسله الله جل وعلا إلى قومه بمعجزة من جنس عملهم. فكان عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام كان يصنع لهم من الطين كهيئة الطير، ثم ينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله. هل هذا هو صنيع عيسى عليه السلام؟ لا والله، والله هذا هو صنيع رب العالمين. كان عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام كان يبرئ الأكمة، يعالج ويشفي بإذن الله من ذهب بصره، كان يشفي الأبرص من هذا المرض، عافانا الله وإياكم بإذن الله. هذا ليس من صنيعه هو، ولكنه صنيع الله. كان عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام ينبئهم بما يدخرون في بيوتهم من زاد ومن متاع، كان ينبئهم بما يأكلون في بيوتهم. كان عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام كان يحيي الموتى. هل تدبرت هذا المعنى؟ كان يحيي الرجل الميت في قبره بإذن ربه ويكلمه. والله والله هذا ما هو بصنيع بشر، لا يستطيعه إنسان، لا يستطيعه إلا الرحيم الرحمن. نعم أحبتي في الله، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، أرسله الله جل وعلا إلى قوم بلغاء فصحاء شعراء تمكنوا من أدوات اللغة العربية، فبعثه الله جل وعلا إليهم بمعجزة من أصل ما نبغوا فيه بالقرآن الكريم، وتحداهم رب العالمين على أن يأتوا بقرآن مثل كلام الله جل وعلا، فعجزوا وأنى لهم. خفف الله جل وعلا عليهم التحدي فتحداهم أن يأتوا بعشر سور فقط كسور القرآن الكريم فعجزوا. خفف الله جل وعلا التحدي فأمرهم أن يأتوا بسورة واحدة كسور القرآن الكريم فعجزوا. إنه الله، إنه رب العالمين، إنه الرحمن الرحيم. انشق للنبي الأمين القمر،
اهتز الجبل من تحته والناس يسمعون ويشاهدون، حن جذع النخلة إلى فراق رسول الله والناس يتابعون ويشاهدون ويسمعون. من الذي أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزات؟ هل هي من صنيع البشر؟ هل هي من صنيع الرسل؟ لا والله، إنها من صنيع الرحيم الرحمن. ولله ضر من قال، ولله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار له، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. إنه الله هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.